اهلا بكم جميعا مره تانية. انا دكتور محمد عفيفي، استاذ التصميم بكليه الفنون التطبيقيه، والنهارده هتكلم على موضوع ازاي ان انا اقدر امريج التصميم بتاعي. انا طبعا بتكلم على برنامج الاستريتور، وهستخدم برنامج الاستريتور في الرسم وفي التصميم وعمل المرياجات. دلوقتي لما بنيت التصميم بتاعنا دوت، كنت بستخدم فيه عدد من الالوان زي ما احنا شايفين. في البدايه انا استخدمت 3 الوان من اللون البني و3 تانيين من اللون الازرق زي ما احنا شايفين، وعندي اللون الابيض اللي هو لون القماشه. ده طبعا انا مش هبتدي اعمل له اي الوان، انا هسيبه طبعا بلون القماشه. طيب لو احنا فرضنا ان انا حطيت التصميم بتاعي بالالوان دي، هناخد بالنا حضراتكم ان انا يمكن البني ده يجي هنا وكمان هو جاي هنا في عنصر تاني خالص، ويمكن الازرق يجي هنا وبرضه هو جاي هنا في عنصر تاني خالص، الابيض جاي موجود في الحرف اللي موجود عندي هنا ده، وموجود كمان في الستريب اللي موجوده بالابيض في النص، وموجود هنا كمان كلون وسيط ما بين التدريجين او الهاف تون اللي موجود عندي او الديجرادين اللي موجود عندي من البني للازرق. طبعا انا في كل مره هغير الالوان هحتاج ان انا همسك كل لون من دولت واغير الالوان دي، لكن عشان انا اخرج من المشكله دي هوري حضراتكم طريقه بسيطه جدا ممكن نعمل بيها الموضوع ده. كل الحكايه ان انا اروح على السواتشز، وفي السواتشز هبتدي اخد اللون ده، درجة اللون ده، هحدد المربع اللي انا عامله باللون، واروح عند الكالر باليت الموجودة عندي هنا، اسحب اللون دوت واروح احطه هنا كده. لما حطيته انا دخلته جوه السواتشز هدوس عليه دبل كليك. خد بالك بقى انت تقدر تسميه باسم معين، وكمان بدل ما تخليه بروسيس كالر تخليه سبوت كالر. لو عملته سبوت كالر هو يعني بديهيا كده هيبتدي يتحول جلوبال، وجلوبال ده معناه ان انا لو جيت فيما بعد اغير اللون ده لاي درجة تانية هيتغير في كل التصميم بصفة عامة مرة واحدة. يبقى انت محتاج انك تحول الالوان بتاعتك دي، تعرفها داخل السواتشز وتحولها لجلوبال وسبوت كولر كمان، عشان احنا شغلنا في طباعة المنسوجات بيعتمد على السبوت كولر. انا دلوقتي كده عملت اول لون، هيبتدي ياخد معايا الاشارة اللي احنا شايفينها دي او الرمز اللي احنا شايفينه ده، الرمز دوت بتاع اللون السبوت كولر. هات اللون التاني اسحبه برضو هنا من الكولر بريته حطه هنا، وبعدين دوس دبل كليك عليه وحوله تاني لسبوت كولر واعمل اوكي. انا كده عملت تاني لون، تالت لون برضو اخده من هنا، مش باخده من الشكل زي ما انتم شايفين، دبل كليك عليه هحول دوت لسبوت كولر اوكي. اللون الابيض اذا كنت محتاجه برضو يبقى لون موجود عندي كسبوت كولر، او كنت هغيره بعد كده لدرجه معينه، او وارد ان هو يتحول للون الاسود عشان انا هطبع مثلا على قماش اسود، فممكن برضو بنفس الكيفيه اعرفه بنفس الطريقه، مفيش ما يمنع. تعالوا ناخده ونحطه هنا كده اهو، دبل كليك عليه، ويفضل طبعا ان انا اغير له الاسم بتاعه، اعمل رينيم للاسم بتاع اللون بتاعك عشان بس ما نتلخبطش. بعد كده هنعمل بعد كده اوكي، اتحول برضو معايا، هاخد كمان اللون ده هسحبه واحطه هنا، هي برضو هحوله بنفس الكيفيه لسبوت كولر. كل الالوان اللي موجوده عندي هاخدها بنفس الطريقه، دبل كليك على اللون هحوله برضو لسبوت كولر. اخر لون موجود عندي هسحبه من هنا اهو، وبرضو هحوله لسبوت كولر. انا كده اتاكدت ان كل الالوان الموجوده عندي دي، لو جيت فيما بعد ضغطت على اللون ده من هنا دبل كليك، زي ما احنا هنشوف مثلا لو ضغطت هنا دبل كليك وبدات احول اللون للدرجة دي، اعمل بريفيو كده ابتدي الاحظ ان اللون بيتغير. طبعا المفروض ان انا لما عملت الالوان دي اكون عاملها قبل ما الون هنا، قبل ما الون التصميم بتاعنا ده، وبالتالي انا دلوقتي بقيت محتاج اني اخد نفس درجتها هنا عشان تتغير معايا اهي كده. اخد درجة المساحة بتاعت اللون ده كمان، وبرضه هغيرها باللون ده، هاخد مثلا مساحة اللون ده. انا اوري حضراتكم بس كده ايه يعني مثال، او احنا دلوقتي غيرناهم خليناهم بالايه يعني المساحات دي باللون ده مع المجموعه الزرقاء اللي موجوده هنا دي. تعالوا دلوقتي نقف كده نغير مثلا اللون ده، هنلاحظ انه يبتدي دلوقتي لما نغير من هنا كده مثلا نعمل بريفيو، لاحظنا معانا ان اللون ده بدا يتغير زي ما احنا شايفينه. يبقى انا بس يعني طبعا انا خدت اللون ده المفروض كمان ان هو يبقى واخد نفس الدرجه دي كده اهو كده عشان ما يتغيرش معايا. بس فاللي احنا ملاحظينه دلوقتي ان انا لما جيت اغير اللون من هنا، ادام هم الالوان او الاشكال دي مشتركه في نفس اللون، بدات الاشكال كلها بتتغير معايا بنفس الكيفيه. يبقى برضو لو مثلا مسكت انا اللون ده اللي هنا ده دبل كليك عليه، لو جيت مثلا غيرت كده ونعمل بريفيو، هلاحظ ان اللون اهو بيتغير معايا سواء كان هنا او في المربع اللي انا عملته الجانبي. كل الالوان بتبقى بنفس الطريقه دي، بحيث ان انا بعد كده لما اجي اغير الالوان تبتدي تتغير معايا لنفس الدرجات بالظبط. طبعا انا محتاج كمان في الديجرادين اللي موجود عندي ان برضو اخش على الجريدينت اللي موجود عندنا، ادوس دبل كليك عليه
اهو ادي الجريدينت بتاعي اللي موجود هنا. في الجريدينت اللي موجود عندي ممكن طبعا ابتدي اعمل الشغل بتاعي اللي هو اني احدد الالوان برضو بنفس الدرجات اللي موجوده هنا دي. طبعا نقدر بكل بساطه نخش مثلا على ويندو ونشوف من هنا الجريدينت اهي، ادي الجريدينت، ابتدي يجيب معايا الالوان هنا اهي، وابتدي اخد مثلا اللون ده اللي هو اللي احنا اخترناه من هنا، عايز اللون بتاعي ده، طب الكليك عليه اهو، ابتدي افتح من هنا السواتشز واخد اللون بتاعي. انا كده اتاكدت ان اللون ده هو هو مشترك معاهم. الابيض كمان نفس الموضوع، هاخد الابيض اللي كان موجود هنا اللي انا عامله سبوت كولر، والبني برضو نفس الموضوع، هاخد البني اللي انا عامله هنا كسبوت كولر. كده بقت الجريدينت بتاعي بقى بنفس الالوان اللي انا عملتها اللي هي السبوت كولر، والالوان اللي هنا كلها برضو هبتدي احولها بنفس الدرجات اللي موجوده عندي هنا عشان تتوحد في الوان السبوت كولر. لما تتوحد معايا ابتدي بعد كده لما اغير اي لون من الالوان اللي موجوده، يعني فرضا انا مثلا بغير اللون ده كده، نعمل بريفيو، هنلاحظ ان اللون بدا يتغير حتى كمان في الجريدينت وجوه العناصر نفسها. يبقى بكده انت تقدر تمريج التصميم بتاعك من خلال انك تكون مجمع كل الالوان واخده، يعني كل المساحات اللي واخده نفس اللون تكون واخده نفس السبوت كولر ويكون معمول لها جلوبال عشان تبتدي تتغير معاك بنفس الكيفيه زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب لو انت بقى عايز تمريج، فانت محتاج انك تطلع مجموعه ثانيه من المربعات اللي موجوده هنا دي كده، تبتدي تاخدها وتعمل منها نسخه ثانيه جديده كده مثلا، وتبتدي تحط على النسخه الجديده دي، تبتدي تحط عليها الالوان بتاعتك الجديده، يعني دوت هيكون بديله ايه، ده هيكون بديله ايه، ده هيكون بديله ايه، ده هيكون بديله ايه، وهكذا. وطبعا احنا كنا بنعمل ساعات بليسنج، يعني ممكن اعمل بليس مثلا لاي صوره موجوده عندي، يعني مثلا لو جبنا صوره من هنا كده، خدنا اي صوره من الصور الموجوده، لو خدت مثلا الصوره دي وقلت انا من الصوره ديت انا عايز اخد مجموعات الالوان اللي موجوده هنا، فممكن امسك مثلا ده واروح جايب دي مثلا، اقول انا والله عايز احوله لكده. طيب وممكن امسك مثلا ده اهو، وبعدين اروح ماسك الايدروبر واقول مثلا انا عايز اخد الدرجه دي، وممكن امسك برضو ده كده وبعدين امسك الايدروبر تاني واقول والله انا عايز اخد الدرجه مثلا اللي هنا دي كده. فيبتدي انا ايه، حطيت لنفسي مريجه جديده، المريجه دي تقابل الالوان اللي موجوده هنا، تقابل الالوان اللي موجوده هنا، وهكذا انا اقدر اعمل المجموعات اللونيه دي اغيرها بالطريقه اللي انا عايزها بكيفيه اللي انا عايزها، وبعد كده تبقى دي مجموعه لونيه جديده. لو انا حطيت كل الالوان دي هنا بنفس الكيفيه، ممكن اعملهم دلوقتي ككلر جروب، بمعنى امسك اللون ده مثلا واخده احطه هنا، وامسك اللون ده اخده احطه هنا في السواتشز، وامسك اللون ده واخده برضو احطه هنا في السواتشز، احطه هنا في السواتشز كده، وبعدين هاخد برضو اذا كانت هي نفس الالوان ممكن اخدها احطها هنا تاني اهي، احطها مره تانية بس عشان ابقى شايفها من جديد. طبعا احنا ملاحظين اللي كان سبوت كولر برضو لما باجي احطه بينزل تاني كسبوت كولر، والبروسيس كولر بينزل كبروسيس كولر، فنقدر احنا نراعي بس الموضوع دوت عشان ما يبقاش في اي خلل. طب لو انا مسكت دي من اول هنا ودوست على شيفت ورحت دايس كمان على هنا، بس انا لسه فاضل لي الابيض، هاخد الابيض بس معايا كمان عشان تبقى المجموعه بتعادل المجموعه اللي انا اشتغلت بيها. يعني انا عندي هنا سبع الوان، يبقى انا لازم يكون عندي سبع الوان، مجموعه من سبع الوان. هبدا بده واروح على شيفت وادوس هنا كده، وبعدين من فوق من هنا كده هدوس واعمل دلوقتي نيو كولر جروب، نيو كولر جروب. لما عملت نيو كولر جروب برده ممكن اسميه باي اسم، وبعد كده هبتدي اقول له اوكي. دلوقتي عمل لي دي ككلر جروب، نزلها تحت هنا خالص. طب لو انا دلوقتي جيت مسكت ده، مسكت التصميم بتاعي كله اهو، ورحت دوست على الريكولر ارت وورك اللي موجود عندي فوق هنا الدايره دي، هبتدي يديني كل الالوان. طبعا وانت في المرحله دي انت ممكن تعمل ازاحات كده وتبتدي تغير الالوان خلال انك رابط الالوان كلهم، لان في هنا لينك موجود زي ما احنا شايفين، فالالوان كلها مرتبطه مع بعضها. انا لما هغير هيبتدي يتغير معايا الشكل بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. عدل على الالوان بتاعتك، تقدر تعدل على الالوان مفيش اي مشكله، أو تقدر تعدل في الالوان بالطريقه اللي انت حاببها، غير وعندما توصل عند درجات الالوان اللي انت عايزها خلاص اوقف وثبت على كده. طيب عندك حل تاني؟ عندي حل تاني. لو دخلت على ادفانسد اوبشنز من هنا هيبتدي يدخلني هنا على الايديتنج بتاعي. انا عندي كده الالوان موجوده كلها هنا، وعندي ادي الكلر جروب اللي انا حطيته. ممكن بكل بساطه اروح ادوس على الكلر جروب ده عشان الالوان بتاعتي تتحول الى الكلر جروب الجديد الموجود عندنا. وممكن نعمل كمان هنا نبتدي نعمل سويتش ما بين الالوان واماكنها زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان انا اقدر اطلع بتوزيعات لونيه مختلفه وبنفس مجموعه الالوان اللي انا دخلتها هنا. يبقى
يا ريت اذا تكرمتم، اذا كنت عايز تعمل مرياجات لازم تكون ظابط الدنيا اللي احنا كلمنا عليها دي. اعمل الالوان بتاعتك عباره عن سبوت كلر وخليها جلوبال، تقدر تغير في كل لون زي ما انت عايز. طبعا هنا في المرحله اللي انا فيها دلوقتي لو كمان كان عندي لون مثلا زي ده، المرياج كله عاجبني فيما عدا اللون اللي هنا ده، فممكن امسك اللون ده وابتدي اعدل عليه زي ما احنا شايفين من هنا، لون لون اقدر اعدله في مثلا هنا، ولون لون اقدر اعدله زي ما انا عايز. كل الالوان اقدر اعدل فيها بالطريقه اللي انا عايزها، بحيث ان انا كل مره اطلع التصميم بمجموعه لونيه جديده مبتكره مختلفه عن المجموعات دي. احنا كلنا عارفين ان المرياجات مهمه جدا في مجال طباعه المنسوجات، لان ما فيش حد بياخد او بيبيع تصميم بدرجات لون واحده فقط، لانها هتمشي طبعا مع طقم معين للمستهلك، فمش هيشتري التصميم دوت غير اللي عنده الالوان اللي تليق عليه. لكن عشان اوسع دايره المستهلكين بتاعتي فلازم اعمل مجموعه كبيره جدا من المرياجات لكل تصميم من التصميمات اللي موجوده عندنا. واتمنى يكون الموضوع بالنسبه لكم سهل وبسيط. دلوقتي انا لو عايز اعمل مرياجات يبقى بستخدم الاوبشن اللي انا وريته لحضراتكم هنا، واستخدم كمان ااكد تاني مره على استخدامك للجلوبال كلر، السبوت كلر، وفي حاله الجلوبال يبتدي يغير الالوان كلها مع بعضها، عشان ما تحتاجش انك تغير لون لكل عنصر. لو عندي في مجموعه زهور او ورود كتير مثلا في التصميم، او عندي مجموعه استريبات زي ما احنا شايفين هنا، او اماكن للالوان مختلفه، مش هقعد امسك كل لون لوحده واقعد اغيره، لان ده طبعا هيدك كبير جدا وبيضيع وقت ومجهود كبير جدا على المصمم. اتمنى يكون الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه سهل وبسيط على حضراتكم. ولو عجبكم الفيديو اتمنى نعمل له لايك ونشيره لاصحابنا، وكمان لو عندك اي استفسار يا ريت تكتبه لي تحت الفيديو، وباذن الله في اقرب فرصه انا هجاوب على حضرتك وعلى كل التعليقات اللي بتجيني. واترككم جميعا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.